دكتور، الكلام ده حلو جدا جدا، وبيبقى الشكل مفرح جدا لفرق التجديف وهي في النيل والواحد بيشوفهم وهم بيتمرنوا. بس عايز حضرتك تكلمني اكتر عن الفريق بتاعنا المصري في التجديف، بيتمرنوا قد ايه وبيتم اختيارهم ازاي؟ طبعا احنا عندنا في انديه تجديف، وعندنا الاتحاد اللي هي المصري للتجديف، وانديه التجديف عاده اللاعبين يعني بيبتدوا يشاركوا في رياضه التجديف ده من 13 14 سنه، وعندنا في قطاع اللي هو تحت ناشئين، وفي تحت 23 سنه، وفي اللي هم طبعا المتقدمين او العمومي، وفي خفيف وزن، وفي انسات وسيدات. عندنا قوارب مختلفه، قارب فردي وقارب زوجي وقارب رباعي وقارب ثماني. والقارب الفردي في منهم قوارب بتبقى بكل واحد معاه 2 مئداف، او كل واحد معاه مئداف على ناحيه واحده. القوارب دي بتبقى قوارب سباقات، يمكن القارب الفردي مثلا وزنه كله 14 كيلو. طبعا بتبقى اسعاره بتبقى يعني غاليه جدا، طبعا احنا بنتكلم في سباقات و حاجه احترافيه اللي هو طبعا فيها احترافيه يعني. فبتبتدي يحصل تدريب في الانديه، وفي طبعا بطولات موجوده، بطولات دوري ومنطقه وبطولات اهليه وكاس مصر، وموجوده بتتعمل في القاهره، في اسكندريه، في القناة، في الإسماعيلية، وبتتعمل أيضا في العالمين، مدينة العالمين الجديدة اللي احنا بقالنا أكتر من 3 سنوات دلوقتي، لأن هي مدينة كمان صديقة للبيئة العالمية. يعني إحدى المدن هي الجديدة إيكولوجيكال، يعني حتى نبص على شعار المدينة من الخارج بيدل على أن هي صديقة للبيئة، ومعروف أن هي فيها صداقة للبيئة. وإحنا عشان كده التجديف توجه الى مدينه العالمين، وان شاء الله سنقيم بطوله افريقيا يوم 16 18 ديسمبر في مدينه العالمين، في بحيرات اللي هي مدينه العالمين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب برضو عايز اعرف من حضرتك اكتر، ازاي بيتم اختيار الفريق ان هو يطلع مثلا الرحله اللي بيلفوا بها العالم كلهم؟ يعني هل بيكون في شروط معينه؟ لان حضرتك بتقول برضو ان في طبعا ابطال كتير بيكونوا موجودين، ازاي بيتم اختيار الفريق؟ هو في نوعين من هي يعني التجديف هي رياضه مش مجرد بس عشان اللي هي السباقات، هي دي يعني اسلوب حياه. الرياضه مهمه جدا، صحه الانسان مهمه جدا، والرياضات عامه ومنها رياضه التجديف طبعا بتساعد على هذا المبدا وترسيخ هذا المفهوم للشباب، لان ده مهم جدا مش بس للشباب، ده حتى لسن كبير جدا يعني. بيشارك فيه في هذه هي الرحله عدد كبير جدا من الرياضيين اللي هم يعني عبر العالم، مش لازم يبقوا صغيرين في السن، ولكن احنا عندنا طبعا في المنتخب القومي بيطلع بيشارك في بطولات دوليه، بطوله عالم، كاس عالم، بطوله افريقيا. احنا كنا لسه في يعني شاركنا السنه دي في 3 بطولات، في بطوله العالم للناشئين، وايضا في بطوله العالم للكبار، وفي تجديف الشواطئ كمان بقى عندنا في حاجه اسمها تجديف شواطئ شاركنا فيها وحققنا مركز سادس على بطوله العالم. في بطوله افريقيا خدنا ميداليه ذهب، وخدنا 7 ميداليات فضيه في بطوله افريقيا، رغم ان احنا يمكن تجديف الشواطئ مدخلينه حاجه حديثه.